طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى كان يوم التنين، قبل منتصف يوم التنين قبل الظهيرة، ولكن جسد النبي صلى الله عليه وسلم بقي يوم التنين كامل، بالإضافة إلى ليلة الثلاثاء ونهار يوم الثلاثاء، وفي وسط ليلة الأربعاء دفن صلى الله عليه وسلم، مع أن إكرام الميت دفنه، ما بالك بجسد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ما أحد من الصحابة أنكر على الصحابة ليش أخرتوا دفن الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك الوقت كان في جيش أسامة بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، هي آخر بعثة للرسول، متوجه لقتال الروم، فكانت على أشراف المدينة، وكان تحت إمرته أبو بكر وعمر. فعندما وصل خبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، رجع أبو بكر وعمر إلى المدينة المنورة أو إلى المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوقف الجيش عن الجهاد، يعني ما أكمل طريقه إلى قتال الروم. بالإضافة أن الجزيرة العربية كلها ارتدت إلا ثلاث مناطق هي المدينة بثبات الصحابة رضي الله عنهم، بالإضافة إلى مكة المكرمة بتثبيت حسان أو بتثبيت سهيل بن عمرو، ثبت مكة على عدم الارتداد وقال لهم أنتوا آخر ناس دخلتوا الإسلام ما تكونوا أول ناس بترتدوا عنه. بالإضافة المنطقة الثالثة اللي ثبتت على الإيمان هي الطائف اللي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فإذا عندما وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض دفن الرسول عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى الجهاد وقتال الروم وإنفاذ بعثة أسامة بن زيد اللي بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى قتال المرتدين في الجزيرة العربية، هذا التأخير كان ما تأخير من التقصير، إنما كانت هي أولويات عند الصحابة رضي الله عنهم، كانوا منشغلين بإيجاد حاكم يخلف الرسول عليه الصلاة والسلام بالحكم. يعني ما تقول خليفة أو نقول أمير المؤمنين لما يكون موجود هو بوحد المسلمين وكلمتهم. طبعا كانوا منشغلين الصحابة رضي الله عنهم بتنصيب إمام وخليفة للرسول عليه الصلاة والسلام في سقيفة بني ساعدة، ولكن عندما تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه خلال هذه الفترة دفن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر أرسل بـ 11 فرقة أو 11 جيش لقتال المرتدين، وأنفذ بعثة أسامة بن زيد لقتال الروم. حتى نعرف كيف أهمية وجود إمام للمسلمين، إمام واحد. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إذا بوي عليه خليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فكيف عندما يكون لنا ما يزيد عن 50 و51 أو 52 حاكم، و52 حاكم أو أكثر ما بحكم أي واحد فيهم بالإسلام؟ فلو كان لنا أمير واحد، يعني رأس واحد يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحكيم الإسلام، ما كان حالنا هذا الحال، لا كان حال فلسطين هذا الحال، ولا كان حال المسلمين متفرقين ومشتتين يقاتلون بعضهم بعضا بالنيابة عن الكافرين. فالصحابة رضي الله عنهم أعطونا أو كشفونا بأن هناك دليل عنهم إجماعهم على تأخير دفن النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا إيقاف بعثة أسامة عن الجهاد، بالإضافة إلى عدم قتال المرتدين إلا عندما وضعوا وبايعوا إمام يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم كل الفروض أوتوماتيكيا. فعندما بويع أبو بكر دفن النبي عليه الصلاة والسلام، وتمت إرسال الجيوش لقتال المرتدين، وأيضا أنفذت بعثة أسامة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.